الفرنطيات. الأخوية ينتظر من مهاجميه الكبيرين يوسف المساكني والعربي أن يشارك في التسجيل في مباراة الليلة. الكرة ملعوبة واصلة للأخوية، عرضية، الله، هدف أول، هدف أول يسجل بواسطة يوسف العربي. ذلك في شوط المباراة الثاني، إذا كان الأخوية سيصمد بانتصاره وبالتالي يعبر إلى صدارة ترتيب الدوري أو لا. الكرة من جانبي الخرطيات، إسماعيل محمد يلعبها عرضية باتجاه العربي، الله، سجلها يا قياسي، سجلها، سجلها يا قياسي. يوسف المساكني، يوسف المساكني الذي يلعب كلاعب تسعة ونص، طبعا ما يلعب كرأس حربة تقليدي خصوصا مع مجيء يوسف العربي. الكرة إلى يوسف العربي، العربي تقل خطورة خارج منطقة الجزاء، الله، هدف ثالث ممتاز، هدف رائع جدا من الأخوية.